خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. منكم سأل نفسه وين ناصر؟ يا حاج عادل أنا مش طفلة علشان تحتجزني عندك وتقول لي يفعل وما فعلش. معلش يا بنتي ما رقدتي لهذا الحين. أحس بكد ما مقدرش أتنفس. شي تثبت أنك كبير ولا إيش؟ لا ما يحتاج تثبت، أنا كبير من زمان. والله طلعت خطير يا يحيى، ما كنت متوقع أنك بهذا القدرات. ويستفيدوا الناس كلهم من الماء. إن شاء الله بإذن الله. أيوة أكيد إن شاء الله. يا غارتة يا غارتة طيروا علينا يا غارتة راجح إيش الذي حصل يا راجح؟ إيش الذي حصل؟ صبر أخي، هكذا كان اتفاقنا يا ريحنا. حرمت علي الحياة يا صبر أخي، ما أكفلك إلا إذا دفنت غريمك قبلك، ولا ما أكون حبيب المجاوري. حبيب لا تسرع يا حبيب، خلينا نتأكد ونشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله.
المجاورة جايين برجلهم لأهانة لعند السد، وعاد التهديد لهم. قسما بالله اللي يتعدى حدوده أني لا أدفنه هانا. وقبالكم صابر، شوفوا الأمر أمرك يا عم حميد، وإحنا رجالك. موقفكم هذا ما يستحملش هذا الكلام، خلوكم محضر خير، لا تكونوا حطب للنار. النار ما تحرق إلا رجل واطيها. اسمعوا، قال المثل الذي ما يمشي بعد الرجال ما هو رجال، وأنا مشيت بعد كلامكم ودفنت أخي. بيض الله وجهه كمان، دفنته غصب عني، وأنتوا عارفين أن علي يمين، وأنا أقسمت أني ما أدفنه إلا إذا دفنت راجح قبله. حبيب، الغضب عدو الإنسان، وهل بح عدو أكثر من الرياحنا يا فراس. خلنا أنتوا مواعظك هذه، أنت عارف أنت ناصر أنكم من أوصلوا أخي لا قبره. اسمع يا حبيب، احنا كلنا معك، ولا لنا خبر مع الرياحنة، لو ما تأخذ حقك. أنا الشفهم كيف وصل صابر للسد وإحنا متفقين مع الرياحنة. سأل ناصر، ناصر الذي نزل رؤوسنا في الأرض للرياحنة، أش ما قال قلنا بعده. وانت اش مستفيد يا فرس من هذا كله؟ وليش جالس تدافع على ناصر؟ ليش ما انتظرت وجيت لعندي قبل ما تصير السد؟ قد كنا خلاص حلينا المشكلة، وأنت خربت كل شيء يا راجع. أنا خربت كل شيء؟ مش وقت دحين أشرح لك. قل لي ما فعل، وين أسير؟ أيوة، اسمع، اجلس هناك وتخبئ، وهذا مفتاح الغرفة، ولا تخرج من الغرفة إلا لو ما جي لعندك. يلا يا ناصر، لا تأخرش عليك. يلا يلا يا ناصر. الصوت، أنا ما كنت أشتيك تتدخل بين راجع هذا والمجاورة. أشتي الخلاف هذا ينتهي، نرتاح وترتاح القرية كلها. مشكلتك يا ناصر إنك بتهتم بكل شيء، وكأن كل شيء فوق رقبتك أنت. طيب ما عاد قول لو عرفوا إنك مخبي راجح. يحلها الله لا غدوة، أهم شيء أشتي يعرف من راجح كل شيء وقفل الموضوع هذا. خايفة عليك. وليش تخافي وما في رقبتي لا دين ولا دم؟ يا الله سترك. بس يا رب استر يا الله، احنا من الله إذ هو يحيى. تمشي يا منى، لما ما بشي لا تقلقيش. ايوه ما بشي، يلا يلا. يا رايحنا، احنا ما جيناش نفتح على المشاكل، احنا جينا نشوف حل كيف نفتح السد والناس كلهم يستفيدوا منه. لا اله الا الله، إننا جالسين السنين هذه كلها قلوبكم معلقة في السد. حميد، لحظة. صحيح صحيح يا حميد، الذي حصل بيننا من زمن ما نسيناه، بس على ما قال فراس إحنا جينا ندور حل من أجل نفتح السد، تفيدوا أنتوا وإحنا. الآبار يبست والناس نزحت، شوف لها مكان تعيش فيه. وما نقدر نرجع الماضي، وإذا نشي نعيش لازم نطوي صفحته ونعيش لليوم. وناصر الله يرحمه قد كان لنا حل ورضينا به. المراجم الذي بيننا وبينكم يا مجاورة أحرقتوها وخليتوا النار دم، شونا هكذا ننسى بسهولة؟ صعب صعب يا مجاورة، لكن جيتكم بالدبيب وردكم بلا ماء هي كبيرة في حقنا. أصيل يا رياحني أصيل. ذا الحين أنا أشتي أفهم،
لا أرض من هتفتحوا الماء. إذا أرض الرياحنة الأرض هذه كلها حق الرياحنة. الله يهديك يا حجي مقدام، الأرض هذه كلها أرضي ملكي. ما هو يا حميد ملكك؟ كيف ومن متى ومن من اشتريت؟ والفصل مفقود من يوم مقتل الناصر. الحمد لله ان جيتين، قد كنت عاد اخرج بسركن. مالها مالها مفتجعه، نكع عليها الماء والقريه يمه معصوده عصي. الله يستر على عباده، سهله تفتجعيش. اتصلي لي يحيى بسري. اينه؟ قد ابصرنا مع علوي وقلعتي. هي الحمد لله خلاص صارت تفتجعيش. قد كانت الناس فارحه والسد يفتتح والقلوب عاد صافى، لكن ما تقول لعمي حميد وحق المفاجآت. حميد هكذا من حين عرفنا، وخاصة من حين ماتت مرته، ما عاد ظهر لنا ما يشتي. الله يرحم موتانا جميعا. اسمع يا خال. خير. الله يحفظك يا خال. راوي عادي صغيره ما قدش داري ما معنى الزواج. يا ابني فهمني، انا يهمني سعادتك وسعادة اختك. عمك حميد حيصغر عند الأراضي، وجدتك مسكينة يوم داري ما بتفعل وعشرية ما دلها ما بتفعل، واختك ما عاد ارتاح لها في بيتها مسرورة مع زوجها. اختك ما عرفتش حنان الأم، راحت لها أمها وهي صغيرة، ومرت عمك حميد ما قدرش تعوض حنان الأم. وبعدين تعزوجتها هنا قريب عندك، تكون تبصرها كل يوم، ومبشير مسكين بعد حالة أفضل ما زوجتها عمك بالغريب. يا أخي ما قلنا شي في بشير، وراوي كم ما جلست يعد زوج، لكن عادي صغيري يا خال. أيا صغيري يا علوي، زوجت أمك بأبوك وهي في نفس السن أو أصغر من أختك. يا خال زماننا غير زمانكم، وبعدنا صدقة أشتي راوي تكمل تعليمها، تنفع نفسها ودنفعكم ودنفع القرية. ها ظهر لي، كل إنك تشتي واحد متعلم مثلك لأختك بشير مشو مالي عينك. شي الصدقة يا خال، الواحد ما عاد يقدرش يتحاكم. حاضرك. ها روح على البيت شاور اختك واسمع رايها، على سب لا تقول ان خالك ياسين ظالم. Ayyuhah.
يسميك الله. مالك تبصرني هكذا؟ أقول ليش ما نفسي يا راوية؟ إيش؟ نفسي تدرسي وتقعي دكتورة. دكتورة؟ أيوة. وكيف؟ وأنت داري ما في بالقرية إلا مدرسة واحدة عاد ما حد فيها. شاشلش مع المدينة تدرسي هناك وترجع القرية وأنت دكتورة، كل نسوان القرية يجين تعالجين عندش، وفعلش عيادة مكتوب عليها بالخط العريض الدكتورة راوية محمد. باباب باباب عيادة مرة واحدة. اللي يشوفك يقول نابغة بتشتغل ومستقبلك زاهر. لا تصدقيه يا بنتي، كأم من متعلم ما لقيوش وظائف، توكلي على الله وتزوجتي. والله ما تخرج راوية من هذا البيت إلا لما تدي واحدة ثانية بدالها تخدمني وتنفعني. ولا أقول لك سويش علوي. وماني هذا الذي اعترضها تتزوجه وهو ما بش معه مهرة غير اللقانة؟ تزوج أنت؟ معك ساكت ضابح يا يحيى، ضابح شقرح يا رجل. وانت محمل الدنيا فوق راسك، رحل الأرض ويعد سبر. عمي حميد مصمم زوجي راوية، والمشكلة اني موافقة يا اخي، ما حد فهمني اخي. ما بش معك الا ثلاث خيارات، ما بش غيرهم. ها، الأول إنك ترفض وترفض وترفض وتكابر وتخرب العرس، وأنا معك. ها، لا تنسى أنا معك. والثاني، والخيار الثاني إنك تسكت وتخلي خالك وعمك يزوجوا راوية، ولا زوجك معها عنده أحسن، والله يفعلوا فيني خير. أضوي البيت أرقد وأدفئ بين أخرج معك بين البرد، ما نش داري ليش. مستحيل يزوجوني، مستحيل. ده الخيار الثالث. الخيار الثالث ده كل هتجعني شغلتك، سمنا الخير نصي. هذا الحل. هذا احسن خيار والله بدون مدي. طيب هذا الخيار يا من انت جاء؟ انا افضل لك هذا الخيار. ما اصلا ما مش معك غيره. ما نسيت شيء يا حميد.
سلماء كان على الأقل عد بعدي اللباني قبل ما يدرقدي. ظهري اكسر ظهري لا جبره لا لحقها الله خير. سلماء بسري صندوق الذهب في بقعته. حاضر يما. يا ظهري الحمد لله يما الذهب بقعته. خليني ادهلش يما، اين الوجع يا بنتي؟ مش وقت الدهن والوجع، اشتي ادرا اين واخوش. مش ملاحظ يا ناصر ان المشاكل هدأت والقرية افتهنت من بعد ما غلقنا السد؟ قصتك انت الذي افتهنت. قطعنا علاقتنا بالقرية الثانية، ما عاد باقي بيننا وبينهم الا انت. ما عاد معك جالس في القرية. ما قد معك يا حميد، قل لي ما تشتي. تشل مرتك وتخرج من القرية، ما عاد عن خيركش انك تطلقها ولا تبقيها على ذمتك، لاني مسكينة امي يحيى ترحم الله ما عاد بش معاها حد في القرية. حميد اقنع، ما عاد اخرجش من القرية وبعدها اجلس شوكة في حلقك. عنشوف يا ناصر. اسلم اسلم يا بعده. هي بسم الله. انا اشيل لي البنت هذه. انت ادي هذا الشغل اديها. بسم الله. أصبر أصبر أصبر. الله لا يحرمني منك يا غالية، يا أعز وأغلى وأوفى زوجة في الدنيا. تصدقي يا غالية ما عاد أحس بالراحة والسعادة والسكينة إلا لو ما أدخل بيت وأجلس مع مرتي وأبصر جهالي. الله يحفظك ويخليك لنا. مالي بين بصرك مهموم. بين أبصر نفسي ثقيل على الرياحنة والمجاورة، والذي مصبرني عليهم إنهم أهلي وأهلي، وحميد واقف لنا في النص. الله لا الحق خير. هيا خليني أسلع عنده وانهي الموضوع نهائيا. أنت مريع الحاد؟ خلني نسير بسرعة. لا تفتح الباب غير لما تسأل من. حاضر حاضر. بسم الله. يا الله. راجع. ليش خرجت؟ مش قلت لك لا تخرج؟ يا الله يا الله. هيا غلقي على نفسك البيت وأنا عاد أسير وارجع بسرعة. يلا انتبهي. يلا على السلامة. إلين ناصر
بس 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 يا حبيبي. بس افتحلها، انا افتحلها الكاميرا حقي. يا حافظ احفظ ولدي ونجيه من كل شر يا رب. مدري ما لخوش اتاخر. اسكت اتصلي له. يما يحيى هو رجاء ما عاد يوقع بشي. اي حانه اتصلي لها انت يا بنتي. يما عدن اتصلت لك قبل شويه وهو مغلق. يا رب استودعك ولدي يا من لا تضيع ودائعك يا الله. معاكم مهلة الغدوة الصبح، فهمت؟ السبب ولا الزمن أصبح غريب، صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا العمر ضاع ولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي العمر ضاع ولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس، والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق